مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز، وكنا نتابع وإياكم لقاء خاص أجراه الزميل الأستاذ أحمد الطهري مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. وأهم ما جاء في هذا اللقاء هو تحدث عن الكثير من الأمور الهامة في هذا اللقاء الهام، وأهم ما ذكروا أنه يجب أن تعمل الحكومة وفقا للثقة من قبل القيادة السياسية، ويجب أيضا أن تعمل بجدية من أجل تحسين حياة المواطن المصري. وذكر أيضا بأنه التعديلات الأخيرة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي التي أتت في بيان الحكومة لاقت استحسان من قبل مجلس النواب، والرأي النهائي المتعلق ببيان الحكومة سوف يكون في الجلسة القادمة. ذكر أيضا بأنه بيان الحكومة يعكس تكليفات القيادة السياسية، وأنه هناك تقارير دورية سوف تقدم إلى مجلس النواب عن أداء الحكومة الفترة المقبلة. قال بأنه هناك محوران لمجلس أو مهام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. المحور الأول يتعلق بضبط التشريعات طبعا وفقا للدستور ووضعها في الصيغة النهائية. أما بالنسبة للمحور الثاني هو يتعلق بالفصل بين السلطات في مراقبة أداء الحكومة، وأيضا ما يتعلق بالاستجواب. وشدد في أكثر من مرة في كلمته أنه هيكون في مراقبة على أداء الحكومة دون اصطياد يعني الأخطاء. قال أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في هذا اللقاء بأنه مجلس النواب يتعاون مع كل مؤسسات الدولة باعتبارهم ممثلي الشعب المصري. وأيضا شكر القيادة السياسية، شكر الرئيس في دعمه للحوار الوطني، وذكر أيضا بأنه هذا الحوار حوار مستمر، وسوف يتم العمل على مخرجات الحوار الوطني وفقا للدستور والقانون. وذكر عدد من النقاط سوف يتم أيضا التطرق إليها، ولكن للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن على الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. برحب بك يا فندم على شاشة إكسترا نيوز. إذن اليوم كان يعني يوم تاريخي، واستمعنا إلى بيان الحكومة اللي تطرق إلى عدد من المحاور، منها بناء الإنسان المصري، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، وعدد من النقاط الهامة. تعليق حضرتك إيه يا فندم؟ كل تأكيد يوم تاريخي بالفعل، ويحمل كثير من إشارات وإمارات الأمل والتفاؤل للمصريين، سواء فيما يتعلق ببيان السيد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وحتى في الحوار الخاص برئيس مجلس النواب الذي فيه كثير من النقاط الإيجابية الواعدة التي تصب في خانة أن هناك مرحلة جديدة من الترابط والتكاتف العضو بين الحكومة ومجلس النواب في هذه المرحلة، من أجل أن يكون هناك بالفعل توفير كافة استحقاقات العبور في الدولة المصرية إلى العبور إلى المستقبل، إلى زمن النجاح، إلى سنوات الفرص الإيجابية التي من شأنها أن تعيد صياغة مشهد اجتماعي وسياسي واقتصادي وأيضا تنموي كامل في مصر في المرحلة القادمة. لأن هذا التعاون بين البرلمان وبين الحكومة من شأن أن يضخ كثير من الاستحقاقات في شرايين الدولة وأيضا حياة المواطنين، ويلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة نحو الأفضل، نحو مواجهة كثير من التحديات بقلب مفتوح من قبل النواب ومن قبل الشعب المصري. لأن ما طرحه رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة وتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، الذي أراها من وجهة نظري في تقديري من أفضل البيانات في العشرين عاما الماضية في مصر، هذا البيان من رئيس الحكومة اليوم كان فيه كثير من القوة والنقاط الإيجابية، بيان شامل جامع فيه كثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها، وضع تصورات عبر سلسلة أو جملة الاستراتيجيات والمحددات التي حددها رئيس الحكومة اليوم، التي من شأنها خلال توقيت زمني محدد حدده بثلاث سنوات سيلعب دورا كبيرا في إحداث النقلة النوعية في مسار العمل السياسي من ناحية، ومسار أيضا التنمية المتكاملة وتوفير استحقاقات الترابط بين المواطن المصري والحكومة في المرحلة القادمة من خلال الآليات الجديدة بالإعلام المواطن المصري أسبوعيا من خلال
الطرح لسه بتقدمه رئيس الوزراء للإجابة على تساؤلات الشارع المصري، وأيضا فيما يتعلق بالبيانات والحضور الدائم للحكومة ووزرائها أمام البرلمان لإصدار لإطلاعهم على كثير من البيانات. ويمكن دي من أبرز الملامح الجديدة يا أستاذ أشرف، فكرة التواصل السياسي المستمر، استمرار أيضا الحوار الوطني، وأن يكون في دايما قنوات اتصال مع المواطن. وده يمكن شدد عليه رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، وطبعا اللقاء اللي احنا تابعناه مع معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. هذا أحد ثمار التكليفات طبقا للمحاضرات الثمانية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء في بداية شهر يونيو الماضي عندما كلفه برأس الحكومة الجديدة. من ضمن المحاضرات الثمانية أو الأولويات الثمانية هو ضرورة أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من التراب بين الحكومة والمواطن، وإطلاع المواطن المصري على كافة التفاصيل لحظة بلحظة، ووضع المصريين في الصورة فيما يتعلق بجهد ودور الحكومة والدولة والقيادة لمجابهة التحديات سواء على المستوى الداخلي او حتى على المستوى الاقليمي. فكره المصارحه والمكاشفه بالظبط، المكاشفه بشكل مستمر. يمكن احنا الاعلام كمان كان يعني عنده تحفظات فيما يتعلق بهذا الامر، فكره انه لازم يكون في دايما تواصل مع المسؤولين علشان الناس حتى تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، تبقى فاهمه كل ما نتعرض اليه، الحلول، المشكلات. فدي نقطه اعتقد هتكون الفتره اللي جايه هتقرب المسافات بشكل كبير. بالفعل، وبدأت تؤتي ثمارها في الأيام الماضية عندما خلقت حالة من الارتياح والأريحية لدى المواطن المصري. وبدأ المواطن يشعر أنه جزء من صناعة القرار في الدولة، باعتبار أن الجهد الجهيد من قبل القيادة السياسية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكلفات الحكومة، والعمل من خلال خطط الحكومة التي طرحها رئيس الحكومة في بيان عام مجلس الوزراء اليوم، شعر المواطن أنه أصبح لديه درجة كبيرة من الحضور في المشهد الداخلي من قبل القيادة ومن قبل الدولة، وأن القيادة راغبة في أن يكون في الفترة القادمة بهذه الحكومة الجديدة باختيار هذه الكفاءات، باختيار من لديهم الخبرة والكفاءة الوطنية وأيضا الحضور على المستوى الدولي من خلال الخبرات الدولية، سيلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة نحو أن يكون هناك تعاون جماعي في مواجهة كثير من التحديات، وتوفير الغطاء الجماهيري والشعبي للدولة والقيادة والحكومة لإمكانيات أن يكون هناك إسراع بخطى ثابتة راسخة تلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات الأمن والسلم للدولة المصرية، وفي نفس الوقت أيضا تلبية احتياجات المواطنين بكثير من الشفافية، خصوصا أن هناك اهتمام بملفات بعينها زي الاستثمار، الصناعة، الخدمات العامة. ده يمكن انعكس كمان على اختيار الوزراء. لأي مدى كمان لمستم تفاؤل من قبل المواطنين مع الاهتمام بهذه الملفات تحديدا؟ أعتقد حضرتك وأنت وحضرتك وأنا وكل الناس والسادة المشاهدين وكل فئات المجتمع المصري على مدار الأسبوع الماضي من تشكيل الحكومة الأربعاء الماضي وأدائها اليمين الدستورية حتى الآن، أعتقد حالة الارتياح وأيضا منسوب التفاؤل والارتياح في الشارع المصري ما زال قائم، والغالبية الكاسحة إن لم يكن الغالبية المصريين كلهم بلا استثناء أصبح لديهم الآن درجة كبيرة من التفاؤل والقناعة أن ما هو قادم من الأيام سيشهد طفرة بكثير من الوعود الإيجابية. على سبيل المثال أزمة الكهرباء التي وعد بها رئيس الوزراء خلال ست شهور ووعد من الأسبوع الثالث من هذا الشهر سيكون هناك بداية تخفيف الأحمال وبداية التعاطي الجدي بتوفير كل مستلزمات ما يتعلق باستمرار شبكة الكهرباء للعمل بجدية وبشكل متواصل. وخلال 6 شهور يكون هناك محل نهائي وقاطع وجازم لمشكلة الكهرباء في مصر، خاصة أن مصر هي من المحطات وعيد البنية التحتية في مجال الكهرباء على مدار 10 سنوات درجة كافية من النجاح في هذا المجال. ويبقى المواد المكملة فيما يتعلق بالمازوت والغاز ستلعب دورا في تغيير المعادلة، أيضا فيما يتعلق بالاستثمار وأيضا إعادة مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة وتوفير كافة استحقاقات كل ما يلبي مطالب الشعب المصري مسكن ومأكل وصحة وتعليم، وأيضا أن يكون هناك خفض للأسعار وأن يكون هناك رقابة. كل هذا الأمور أعتقد كان واضح وبين بشكل جلي وبشكل فيه كثير من الأمل والطمأنينة في بيان رئيس الحكومة اليوم أمام مجلس النواب، وهذا البيان الشامل الجامع الذي فيه من القوة وإشارات التمكن والتمكين الدولة من تسيير معادلة جديدة نحو حياة أفضل للمواطن المصري والعبور إلى دولة المستقبل، أعتقد أنه سيستمر بنفس هذا الزخم وبنفس هذا التفاؤل. وسيخلق حالة من
التعاطي والترابط بين المواطنين والشعب والدولة والحكومة في المرحلة القادمة من خلال هذه الصفحة الجديدة التي فيها كثير من الإشارات وإمارات التفاؤل والأمل بما لديهم من استحقاقات الدعم الكامل. بشكر حضرتك. الرعاية الكاملة من الدولة المصرية. شكرا. خاصة خلال إيضاح الأمور بشكل مستمر. الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، شكرا لك يا فندم.